كارثة فيضانات أخرى ضربت إقليم السن جنوب باكستان. آثار الدمار بدت واضحة للغاية بعد أن غمرت مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية آلاف القرى في هذه المنطقة. تمكنا من الذهاب في رحلة مع فريق إنقاذ للبحث عن بعض العالقين. هذه القرية أصبحت أثرا بعد عين، وبات بعض ساكنيها محاصرين في هذه المياه. عند وصولنا التقينا مبين البالغ من العمر 50 عاما، حيث يقطن وأسرته منذ عدة أسابيع في هذه المدرسة وسط ظروف معيشية وصحية صعبة. اليأس بدا واضحا على وجوه أفراد هذه العائلة بعد أن زاد من معاناتهم غياب أي دعم أو مساعدة لها. एक गाड़ी आई थी इसकी नेवी वालों की, सुकल बिस्किट दे गए, हम खाते हैं बीमार हो जाते हैं। हां ये बात है। और जो आर्मी वाले आते हैं ना, आर्मी वाले भी यहां पर हमारे इस गांव में आते भी नहीं है। ये आर्मी वाले हमारे गांव में आते ही नहीं। مبين الذي رفض اللجوء الى مخيمات النازحين فضل العيش واسرته في هذا المبنى، متجاهلا ما قد يشكله ارتفاع منسوب المياه من خطر حقيقي. هذه القرية هجرها سكانها بعد أن غمرتها مياه الفيضانات، لكن عائلة مبين فضلت اللجوء إلى هذه المدرسة الابتدائية على الذهاب إلى مخيمات اللاجئين التي باتت تفتقر حسب قول مبين إلى أبسط متطلبات الحياة. مأساة إنسانية لم تقتصر على عائلة مبين فحسب، بل بات يعيشها أكثر من 40,000 عائلة حسب تقارير مؤسسات إغاثية. أحمد هو الآخر وجد نفسه مضطرا لمغادرة قريته حاملا معه ما تبقى من أمتعة تمكن من إنقاذها. أما الوجهة بالنسبة لأحمد باتت غير معلومة. فيضانات دفعت الحكومة الباكستانية إلى توجيه نداء استغاثة عاجل لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، وسط تحذير أطلقته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من مغبة وقوع كارثة إنسانية حقيقية مع بدء انتشار الأوبئة الفتاكة في ظل غياب الدعم اللازم وانعدام المياه الصالحة للشرب. من مدينة بادين، عبد الله بهلالة، BBC، إقليم السن، جنوب باكستان.